معارض بلا زبائن، هكذا صار الحال في قطاع السيارات في مصر، وهو الذي تعرض لأزمات متتالية بدأت مع جائحة كورونا التي أعقبها تقليل الإنتاج، مرورا بأزمة نقص الرقائق الإلكترونية والشحن وسلاسل التوريد، ثم تداعيات الأزمة الأوكرانية، وانتهاء بإلزام الموردين بفتح اعتمادات المستندية في البنوك لعملية الاستيراد وانخفاض سعر صرف الجنيه. عمري ما قلقت، بس دلوقتي قلقان جدا. يعني السياسات اللي ماشية في العالم وكمان في مصر مع قرار حماية المستهلك بتساوي حاجة واحدة بس، إن المعارض العربات الزيرو اللي هي بتبيع بالتجزئة هتقفل. الأزمات المتلاحقة تسببت في انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار بنسبة تراوحت بين 15 و20% خلال عدة أسابيع، أزمات أسهمت في إدخال هذا القطاع في حالة من الثبات أو ما يصفه البعض بالركود التضخمي. أما يحصل جزء من الركود، إحنا لا نتمنى كلمة الركود طبعا بأي حال من الأحوال، ولكن لو حصل جزء من هذا الموضوع فبيقل الطلب، تبدأ يتوازن تاني العرض، يبدأ يدخل تاني عرض مع طلب، بس المهم يكون في عرض بقى، لأنه العرض شبه منتهي أو مش موجود. أما المستهلكين فصار عليهم تأجيل قرارات الشراء إلى أجل غير مسمى أو شراء السيارات المستعملة التي كان لها نصيب كبير من ارتفاع الأسعار. لازم يبقى في رقابة عليه شوية، سوق السيارات بالذات يعني من جهة الدولة لازم الأمر يتحط له ليميت معين، يتحط رينج معين، يبقى فيه رقابة على المعارض، على الأوفر برايس اللي بيتعمل. يعني في تجربة شخصية معايا أنا، المدام كانت محتاجة عربية، بنبص في كذا توكيل كله موقف البيع حاليا، فالحل البديل حاليا إن لو الواحد دور على عربية مستعملة تكون بحالة جيدة. ووسط كل هذا الجدل بدأ تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، قرار يرى البعض أنه لم يؤثر بسبب نقص المعروض في الأسواق. بينما شهد العام الماضي زيادة في مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 25%، يتوقع الخبراء تراجع المبيعات هذا العام بنسبة لا تقل عن 15% في ظل الأزمات المتعددة التي يعاني منها القطاع، ويأتي على رأسها عدم استقرار سعر صرف الدولار. مينا حبيب، قناة الغد، القاهرة.